يا اخوانا والله الصراحة كده جلنطيات ياسر العطا دي بقت كثيرة جدا جدا، البعض اللي ياسر العطا او ياسر كاسات. امبارح زمان زار كسلة وواقف يمينه جبرين الفلنجاي كبير الفلنجات جبرين ابراهيم، وزعم عنه بقول شنو. طبعا قبل يومين الامم المتحدة بمقترح من بريطانيا اقترحوا وقف اطلاق النار في رمضان، طبعا الدعم السريع وافق مبدئيا لانه همه الاول والاخير المواطن، بالرغم انه منتصر وطاقع فيك وبال فيك يوميا. الفلنجات ديل الناس النايب الارهابيين ديل قال عندهم شروط بعد داك وقف النار ده يقف، قال شروطهم الدعم السريع يطلع، قال من زالنجي ومن الجنينة ومن نيالة ومن الفاشر ومن كردفان ومن سنار ومن القضارف ومن نهر النيل ومن الخرطوم. يا عليك الله بالله، ضيف عليهم الشمالية والشرق، وضيف عليهم عاصمتكم زار عاصمة النازح البرهان بورسودان زار، ضيف عليهم حتى بعد ذاك احنا ممكن نطلع. والله شوف المناطق اللي لسه قلتها دي نحن والله طلعنا منها، الله خلى ما في تاني شغل بيطلعنا منها نهائي نهائي، شغل بيطلعنا منها ما في، وباذن الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى واقف معانا وما نطلع منها نهائي نهائيا. بل بس طقع نظيف اللي قام دسي في مدرمان، ما شفتوا الويل، ما شايفين الدخاخين دي واقفه كده يا جماعه؟ الدخاخه دي والله واقفه عمود فوق، واقفه ضبه، ودي ساعتكم ما شفتوا حاجه والله، ما شفت حاجة والله. والله شفت خطاباتك دي اللي تقولها ثاني برا السودان، بيننا وبينك بحر حتى تقولها. دولة ذات حدود نوعها، حدود عادية كحدود أرض تراب ساكت كده زي الآسيات دي، ما تقدر تقولها والله. لا تمشي هناك وقاعد البحر، ومرات ما نخليك هناك ذات بالانتربول نجيبك يا ياسر كاسات. يلا السلام عليكم يا شاوس، قدام بس ورا ما في، قدام عمك.